بسم الله الرحمن الرحيم. عبد المجيد حميد الدين رئيس جمعية أطار المتطوعين بمدينة سطات. حنا في الدورة السابعة للمهرجان الدولي الصوفية السماع والمديح، مهرجان اللي كتنظم فيه اليوم الأول مسابقة لجويد القرآن الكريم لوليدات وبنيات في العمر الثامنة إلى الرابع عشر سنة. الدورة الثانية أو في اليوم الثاني كيكون فيه تكريم ديال الإمام ومؤذن من القيمين الدينيين على مدينة سطات، وتنعطيو فيه الجوائز التكريمية والفائزين في مسابقة الجويد المرتبين في المراتب الأولى في مسابقة ديال الجويد، وكيكون فيه حضور ديال فرق ديال السماع والمديح. هذا العام إن شاء الله كاين معنا مشاركة ديال دولة تشاد ودولة جزر القمر في التأطير أو في الأداء الفني للسماع والمديح في المهرجان في هذه الدورة هذه. ان شاء الله نتمنى ان الامور تكون بخير وعلى خير، وان نرقى الى المستوى المطلوب منا في المدينه ديالنا مدينه سطات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد بن راجول احد اعضاء اللجنه ديال مسابقه ديال تجويد القران الكريم التي اقيمت اليوم، والحمد لله هذه المسابقات تاتي في اطار تشجيع هذه البراعم هذه الوليدات على حفظ كتاب الله عز وجل كما أمرنا بذلك الله سبحانه وتعالى قوله ورتل القرآن ترتيلا، ونحن مأمورون كذلك بأن نحفظ كتاب الله عز وجل ونتلوه ونلقنه للبراعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه الوليدات إن شاء الله المسابقة الحمد لله جاءت في واحد الأجواء طيبة، سمعنا التلاوات بينات من الوليدات وكانت شنا آثار طيبة وشنا ثمار يعني عديل هذه الوليدات إن شاء الله. الحمد لله الحمد لله والشكر لله على هذه النعمة، وأكرم بها من نعمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.